صبايا أوها، وتحققت المنايا أوها، ودلال مثل مالا أوها، وإبراهيم أحلى عريس. يسلم تمك يا عم زكي. الله يسلمك يا سعاد خانم. إن شاء الله ألف مبروك سعاد خانم، ألف مبروك عدلية خانم، إن شاء الله ربي يهنيهن إلهي. لك الله يبارك فيك يا ست شهيرة. إن شاء الله ألف مبروك للجميع يا سعاد خانم. الله يخلينا ياكي يا أم خاطر وعقبال كل الصبايا. آمين. لك الله يبارك للجميع وربي يستر على حريمات الحارة كلياتهم. آمين. ألف مبروك عدلية خانم. مبروك علينا الحسب والنسب من ست الحارة. تسلمي يا عدلية، الحسب والنسب إجانا منك وبس. لك تسلمي يا بنت الحسب والنسب. الحسب والنسب عطينا للي ما عنده يا عدلية خانم. كل مين بيعرف شو حسبه ومنين إجا، واللي ما بيعرفه يسأل الناس عليه. هلا عيبونا من هالسيرة يا جماعة، وفرحوا لدلال صارت عروس. يلا يلا تفضلوا قولوا بسم الله. يلا دعوا بالوريقكم. يلا تفضلوا يا جماعة، تفضلوا تفضلوا. لك الله لا يوفقك، لا انت ولا القعدة معك. وليش بقى؟ ولا القعدة مع سعاد احلى يا تسلمي لي. هلا بدي افهم، انت مين عزمك على كتب كتاب دلال؟ مين عزمك؟ انا ما حدا بيعزمني. انا برفس الباب برجلي وبفوت امتى ما بدي وين ما بدي يا امزكي. لك تنكسر اجرك انت والساعة اللي فتي فيها لبيت سعاد. شو انت مالك حالة عنا لتخربي بيت بنتي؟ بيت بنتي؟ وليش ما اخرب لبيتها لسعاد؟ هلا انت بدك تخربي بيت سعاد، ريتك تقبري حالك. والله الحجر اللي ما بيعجبك بفجك يا ام زكي. اذا حطيتها ببالي مو بس بيتها بخرب ليا وبيت ولادها كلياتهم. المهم ما حدا يقرب ناحي وناح بنتي لطفيه. قولي لها هيك لسعاد. يلي ما بده حدا يقرب ناحه بيحبب الناس فيه، مو بيربي عداوه وبيشعل النار حتى يخرب بيوت العالم. والله اللي بدق الباب بيسمع الجواب. ايه تصطفلي يلي بدك يا ساوي. ها وحياة هدول، إذا ما انخرب بيتك وبيت بنتك لأطلع أنا بالحارة بالقرعة. والله وعم يطلع منك يا سعاد. حتى الكل صاروا يتآمروا علي، والشاطر اللي بده يعني يخدمه. تعال يا سعاد، بعت بنتي أنا خدامة لإلك ولأولادك. وحتى معتز صار يبهدلني قدام كل إخواته وما عاد استحى على حاله. يخرب بيته وبيت بيته، وليش عم يبهدلك هات؟ فات على البيت وانا ما سمعته لمن قال يلا، وكان الغطا تبع راسي نازل شوي قام لمحني. ولو بتشوفي يا امي كيف صار يبهدلني قدام كل اخواته. ايوه هذا اللي كان ناقص. وعمك ابو عصام شو قال؟ ما فتحت امه بكلمه، كانه ما عنده خبر. اكيد هي سعاد ما قالت له. حتى جلي صرت انا مسؤوله عنه. ويا لطيف حماتي شو موسوسه وما بيعجبها غلط حدا. تخيلي خلتني لي في الطنجره اللي استعارتها امبدر مره ثانيه مع انه بعتتها بتشهي من النظافه. إيه بس بس اصبري لنشوف شو اخرتها مع سعاد وولادها. يا مو انا مالي مرتاحه ببيت حماي، مالي مرتاحه. ماشي لك امي ماشي، قومي اعملي لنا فطور خلينا ناكل وبعدين بنحكي شو بدنا نساوي مع حماتك. حاضر. شو يا سعاد بلشتي تاخدي تارك من بنتي؟ شو عليه؟ الحرب شغاله بيناتنا ولنشوف مين بده يكسب راس التاني بالاول.